وأكد الرئيس السيسي أن مصر حريصة على أن يظل معبر رفح مفتوحا ولن يتوقف العمل من أجل حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة. وأشار الرئيس السيسي إلى أنه كلف بإعداد دراسة لتحديد كلفة إعادة إعمار غزة التي يقطنها أكثر من 2 مليون مواطن. وطلبت من المؤسسات تعمل تقدير لتكلفة الإعمار في غزة اللي فيها 2.3 مليون، تكلفته أكتر من 90 مليار دولار. 90 مليار دولار عشان ترجع غزة ببنيتها الأساسية وتبقى ممكن الناس تعيش فيها. كان ممكن حد يقول لي كنت خدت 2 مليون عندك في مصر في سينا، يعني ما الأرض كبيرة، يعني أنا بقول لكم كلكم والأمور هتتحل، يعني والأمور إيه هتتحل بقى اللي انتوا شايفين دمهم دول ممكن نخونهم ولا إيه؟ ويقول لك أصل الحكاية وترتيب مين؟ الأرض أرضنا وبلادنا ومسؤولين كلنا إن احنا نحميها زي ما هي كده، آلاف السنين دي حدودها، ومحدش بفضل الله محدش بفضل الله أبدا هيفرط في حاجة، يعني